أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها واقع حزب المؤتمر الشعبي العام ودوره وعلاقاته بالأطراف السياسية ومستقبله السياسي. بعد أيام يحتفل أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالذكرى 35 لتأسيسه، هذه المناسبة شكلت فرصة للحديث عن الحزب وأدواره في الحياة السياسية اليمنية خلال هذه السنوات وعن مستقبله السياسي في ظل الأوضاع القائمة والتي كان هو أحد أبرز صانعيها والمتسببين فيها. المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي ولد في السلطة وتربى فيها، وحينما خرج منها جزئيا بخروج زعيمه عاد للتحالف مع ميليشيا مسلحة مختزلا إرادة الحزب بإرادة زعيمه مخلوع عن السلطة إثر ثورة 11 من فبراير 2011. يقول البعض إنه من الترف إطلاق صفة الحزب على المؤتمر بعد أن أثبتت التحولات السياسية في البلد خلال الأعوام القليلة الماضية أنه مجرد تجمع انتهازي لمجموعات متنوعة من النزعات المصلحية والفئوية التي لا يمثل المؤتمر بالنسبة لها سوى أداة لمشاريعها، وأهم تلك الفئات هي الإمامية التي نجحت في تحويل المؤتمر إلى أحد أهم حواملها السياسية. وعندما نصل إلى الحديث عن مستقبل هذا الحزب يبرز أمامنا رأيان، يقول أحدهما أنه تبعا لفكرة أن هذا الحزب ليس في الأساس سوى تجمع مصالح وأداة للمشاريع الخطيرة على السياسة والبلد بعمومه، فإن وظيفته السياسية تكاد تكون منعدمة، وبالتالي فإنه ما من حاجة إليه في المستقبل، وإن المؤتمر سيتفكك من تلقاء نفسه بمجرد أن يخرج الرئيس المخلوع من واجهة الأحداث في البلاد. فيما يرى آخرون أن المؤتمر رغم كل مساوئه ما يزال يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وإن وجوده مهم لاستمرار السياسة في البلد، وفضلا عن هذه المبررات بحسب رؤية أصحابها فإنه ليس بوسع أحد تجاوزه لمجرد أنه يرغب في ذلك. للنقاش سيكون معنا الليلة كلا من الكاتب والصحفي وسام محمد من تعز، ومن صنعاء سينضم إلينا عبر الهاتف سكرتير تحرير صحيفة الميثاق وعضو اللجنة الدائمة كامل الخوداني. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك، والبداية معك سيد كامل. بعد 35 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام، بماذا يحتفي المؤتمر والمؤتمريون؟ أولا أشكركم على وتحياتي لكافة الزملاء والعاملين في قناة الليس، وأرحب ضيفكم العزيز الزميل إسلام محمد. أولا الزعيم فرق ليس بخلاف كما ذكرت، وهذا ما يتحفظ على هذا الذي يعيش مخلوع يعيش في بلده وشعبه. المؤتمر الشعبي العام يحتفل في ذكرى 35 لتأسيسه، يحتفل بالديمقراطية ويحتفل بالتعددية السياسية، يحتفل بالسلام. المؤتمر الشعبي العام هو الذي أسس كل القوى السياسية لتحسين مرحلة التعددية السياسية، هو الحزب الوحيد الذي جاء بمبادئه وأفكاره وجهاته ونهجه يمني خالص. ولهذا المؤتمر الشعبي العام الكون يحتفل بذكرى 35 عاما على تأسيسه حزب يمن خالد، حزب سلام وحزب ديمقراطية وحزب حرية. طيب إذا أتحول بالسؤال نفسه، سنكتفي بهذا القدر، حزب سلام وديمقراطية وحرية. إذا طيب السؤال نفسه لك أستاذ وسام، 35 عاما يحتفل بها المؤتمريون على تأسيس الحزب، برأيك لماذا يعني ينزل المؤتمر للاحتفال؟ طبعا المؤتمر الشعبي العام هذه هي طريقته في محاولة العودة للهيمنة على المشهد السياسي المصادر في البلاد. ما يحدث اليوم من ترتيبات ومحاولات تصوير أن المؤتمر عائد للساحة
هذه كلها تذكرني تقريبا بانتخابات 2006، تذكرني بكل فعاليات المؤتمر السلطوية، بمعنى أنها تغرق الناس في المخاوف وتغرق الناس في الأوهام وتستغل منظومة مالية وإعلامية ضخمة وعدد كبير من المثقفين. المثقفين هنا طبعا دورهم جدا مأساوي لأنهم مثقفين. المهم يعمل من أجل أن يعود إلى المشهد ويحاول الهيمنة من جديد، لكن هذه المرة وضمن مساحة بسيطة تقريبا تتمثل بالعاصمة اليمنية صنعاء، وفي مواجهة حليف قائم وخصم قائم أيضا. لذلك المؤتمر لا يعرف ماذا يريد، وحملته أنا نازل تصلح وكأنها حملة لمراهقين سياسيين وليس لحزب. طبعا هذا إذا قلنا عنه حزب، لأنه المؤتمر صحيح هو يمثل أيديولوجية أو أداة ناعمة لأيديولوجية الطبقة المسيطرة، بمعنى أنه تجمع من المشايخ وتجمع للتجار والطفيلية العسكرية والبيروقراطيين، يعني خليط لمجموعة من المصالح المتناقضة، لكن التي في نفس الوقت لا يمكن لها أن تكون مصالح ضدا على مصالح الشعب أو على مصالح غالبية اليمنيين. النقطة الأساسية فيما يحدث اليوم تقريبا أن هناك تحشيد غير عادي للناس البسطاء. كيف يتم هذا؟ بسبب طول أمد الحرب وتجاوزه لعامين ونصف، أصبح هناك بالفعل مشاعر سخط، والناس تريد أن تتخلص من الحرب وتريد أن تعود للسلام، لكن المؤتمر يستغل هذه المشاعر ويؤججها ويذهب بها باتجاه التخلص من شريكه. لذلك لا تزال المعضلة قائمة. لا يمكن المؤتمر مثلما أدخل البلاد في هذه الحرب لا يمكن له أن يخرجنا منها. نعم وسام، يعني سنتحدث ربما في محور قادم عن تحالف الحوثي مع المؤتمر، أو تحديدا المؤتمر المخلوع في محور قادم للنقاش. تحدثت أنت عن نقطة مهمة وهي يعني الخليط غير المتجانس لتشكيلة هذا الحزب، إن صح يعني تسميته حزب سيد كامل. يعني هناك طرح بأنه كثير على المؤتمر الشعبي العام تسمية حزب، لأنه لا تكتمل فيه مقومات الحزب نظرا للخليط غير المتجانس لأعضاء هذا الحزب، وأيضا للمصلحة أيضا التي جمعت هؤلاء الأعضاء، إضافة إلى ما يعني ما رأيناه في فترة سابقة بأنه تحول إلى حصان طروادة للإمامية. كيف يمكن أن يثق اليمنيون بحزب سلم الجمهورية والدولة لمشروع الإمامة؟ أولا ما ذكره الأخ وسام عن المؤتمر الشعبي العام بأنه ليس حزب، هذا كان قبل 2011. بعد 2011 المؤتمر الشعبي العام، وخصوصا بعد تسليمه للسلطه تمويل غير عادي. لو كان المؤتمر الشعبي العام يتكون من خليط من التجار والمشايخ كما يقول، ومن اصحاب رؤوس الاموال والقاده العسكريين، كان المؤتمر الشعبي العام انهار ولم يصمد حتى اليوم. الصمود الذي اثبته المؤتمر الشعبي العام منذ 2011 يثبت على او يجب على حزب قوي وحزب يتكون من كل ابناء الشعب مثله، بانه المؤتمر يستغل البسطاء كما يقول. لا ننتقد ان يكون المؤتمر الشعبي العام مؤتمرا بحزب البسطاء، وكل من ينتمي اليه هم البسطاء، كون المؤتمر الشعبي العام لا يمثل فريقة معينة ولا يمثل توجه معين ولا يمثل منطقة معينة، بل يمثل كل أبناء الشعب اليمني من ظهره
الى عدن الى عدن صعد الى عمران بكافه توجهاتهم المذهبيه والمناطقيه واختلافاتهم. وهذا تميز يتميز المؤتمر الشعبي العام عن غيره. لو كان المؤتمر الشعبي العام يعتمد على الآلة الإعلامية أو السلطة كان سقط حتى اليوم، كانوا يتحدثون من المؤتمر الشعبي العام هو كرسي الرئاسة، في حال ما تم انتزاعه منها سوف يسقط المؤتمر الشعبي العام. وسلم المؤتمر الشعبي العام السلطة ويسقط، كان يقول المؤتمر الشعبي العام هو البنت المحكومية. سيد كامل، يعني أنت تتحدث الآن عن عن إيمان ربما المؤتمر الشعبي العام ب التداول السلمي السلطة أو بالديمقراطية كما أشرت في إجابة سابقة. نحن يعني أمامنا الآن المخلوع هو زعيم هذا المؤتمر يقاتل حتى اللحظة على السلطة، يقاتل في المحافظات وفرط بكثير من المقومات الدولة والجمهورية لأجل هذه السلطة وانتقاما لمن أخرجه من السلطة. أولا أنا اعترف بداية الحديث على كلمة المخلوع. لا بأس، أنت سميه بالشكل الذي يناسبك ونحن سنسميه بالطريقة التي تناسبنا. لا يعني أنت المفروض أن تكوني محايدة شوية. الزعيم سلم السلطة في عام 2011 حقنا للدماء. وكان في مبدوره وكان في مبدوره أن يقاتل ساعتها على السلطة في يدها الجيش وفي يده المال وفي يده السلطة. لكنه ورغم الاستهداف هو استهداف قيادة المؤتمر الشعبي العام وقيادة الدولة فإنه رفض إطلاق رصاصة وهذا لا يشكل يعني يدل لكم على أنه الزعيم رجل سلم لا يتخلف في البلدتين. الزعيم سلم السلطة في عام 2011 وهذا دليل على أن المؤتمر الشعبي العام حزب ومنذ التداول السلمي للسلطة ورفض تسليمها إلا مبادرة خليجية تنص على إجراء انتخابات وتنص على إجراء ديمقراط صحيح لتسليم السلطة. نعم طيب طيب يعني هذا يعني هذا حديث ايضا مردود عليه ربما لدى وسام تعليق اذا اراد عليه. وايضا وسام انت تحدثت في اجابه سابقه حول هذه التشكيله غير متجانسه للحزب، برايك كيف اثرت هذه التشكيله للمؤتمر الشعبي العام او لتشكيله المؤتمر الشعبي العام والتي كما قلت ان لا تجمع بينها سوى المصلحه، كيف اثرت هذه الصيغه على طبيعه سلوك المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه حتى الآن؟ طبعا التسويق أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب الوسطية وحزب الاعتدال وحزب الكذب هذا كله كلام فاضي. الحزب المؤتمر هو حزب يعبر عن مجموعة مصالح طبقية، هذه المصالح تمثل طبقة معينة داخل المجتمع، بمعنى أنها لا تمثلني أنا، لا تمثلك أنت، لا تمثل الناس البسطاء، لا تمثل الفقراء، لا تمثل أبناء التهامة، هي فقط تستغل أن الوعي السياسي في اليمن لا يزال متأخرا بسبب العلاقات الاقتصادية، بسبب الأزمات والمشاكل والفقر لكن أن يتم التسويق أن هذا حزب وسطية وهذا حزب اعتدال وهذا هو الذي سينقذ اليمن هذا كلام فاضي. طبعا هو تحدث هو ركز وسام ضيفنا من صنعاء ركز على فكرة أن الحزب سلم السلطة ضمن المبادرة الخليجية في مرحلة سابقة وذلك كان يعني حقنا للدماء من قبل المؤتمر الشعبي العام. صحيح، سلم السلطة بعد أن قتل آلاف الشباب من ثورة فبراير وأدخل البلد في أزمة لمدة عام ونهب أموال الدولة وهربها، ثم بعد أقل من عامين عاد يقول سلام الله على عفاش وسلم السلطة من جديد للحوثي وأدخل البلد ما يقارب 3 أعوام الآن في حرب، والآن عاد من جديد يقول أنا نازل لكي يتخلص من الحوثي وقد يأتي لنا بداعش وقد يأتي لنا بأي أحد آخر. هذا هل يمكن أن نسمي هذا حزب؟ هذا تجمع لإدارة مثله مثل الحرس الجمهوري، مثله مثل الأمن القومي،
يعني أداة ناعمة لمثل هذه المناسبات، عندما يحتاجوا أنهم يحشدوا الناس، عندما يحتاجوا أنهم يشتوا الناس يروحوا الانتخابات، عندما يحتاجوا لتجميع بلاطقة، عندما يحتاج المشايخ لتجميع المشايخ، هذه مهمة حزب المؤتمر. لا يمكن لا يعني في دول العالم الثالث أو في الدول التي تحررت من الاستعمار وشهدت ثورات منتصف القرن، شهدت حركة تحرر وطنية وشهدت تأسيس فصائل للعمل السياسي مثل الجبهة القومية في الجنوب، مثل الجبهة الوطنية في الجزائر، مثل ومثل. المؤتمر ماذا عمل؟ ما هو تاريخه؟ جاء علي عبد الله صالح بمساعدة من المخابرات الدولية، وفي ظل وضع مضطرب وفي ظل صراعات سياسية جاء مغامرا وبدعم من أطراف خارجية وعلى ظهر دبابة، ثم قام يؤسس مؤتمر شعبي عام. تصوري، حتى لم يكن عندهم فكرة، عندما أسسوا المؤتمر الشعبي العام لم يكن عندهم فكرة عن ما هي طبيعة الحزب أو ما هو الحزب. واستدعوا شخص يسمى اسكندر الأصبحي تقريبا، هذا الشخص مرتبط بصدام حسين، هو اللي صاغ لهم كل الأدبيات حقهم وهذا، وبالآخر كافأ علي عبد الله صالح أنه حاول يقتله ب92، زي ما قتل المتوكل بحادث سيارة، زي ما قتل غيره وغيره. المؤتمر الشعبي العام لا يمكن الحديث عن هذا أداة للجريمة، أو هو أحد جرائم علي عبد الله صالح الأكثر قذارة. يعني بمعنى أنه أدار البلاد خلال 30 سنة بشبكة فساد وزبونية وشبكة يعني من المصالح الغير شرعية، ونهب البلاد ونهب. الآن ما أعلنت عنه الأمم المتحدة مثلا أو تقرير مجلس الأمن معه 92 مليار دولار. طبعا ال 92 المليار الدولار هذه بيقدر يحشد سعلي بيحشدها ب 70 100 مرة، بس لو صرف بس على الناس، لو استغل أن الناس جياع وأن الناس فقراء. فضلا عن شبكة اللصوصية والفساد وسام، يعني أيضا حزبا كان شريكا لميليشيا طائفية مسلحة أسقطت الدولة، كان شريكا أصيلا لها في إسقاط الدولة. كيف يمكن أن يسمى حزبا، وكيف يمكن ولوث الحياة السياسية بطبيعة الحال بما قام به، كيف يمكن أن يبقى حزبا وكيف يمكن أن يثق به اليمنيون بعد هذا؟ السيد كامل الخوذاني. كلام ضيفك مستهلك، وقد أكل عليه الدار قنابيلا وشرد، ويبدو أنه لا زال يعيش طقوس صيام 2011 التي جرت البلاد إلى الدمار وإلى الهلاك. المؤتمر يضم في عضويته، وهذا أبشر بينها الأخ وسام، المؤتمر يضم في عضويته وسام 5 مليون مواطن يمني، ويخطط في المرحلة القادمة لتعطيل 3 ملايين عضو جديد. طيب استاذ كامل، هذا ليس سؤالنا، اتحدث عن الحزب الذي يعني تحالف مع ميليشيا لاسقاط الدوله، ولا زال حتى هذه اللحظه يقتل اليمنيين في المحافظات. كيف يمكن ان يسمى حزبا سياسيا بعد كل ما عبث به في الحياه والعمليه السياسيه في اليمن؟ ساتحدث على هذه النقطه، ولكن قبلها علي ان اسال ما الذي قدمته الاحزاب اليساريه واليمينيه وغيرها للشعب اليمني. لقد جرب الشعب اليمني الاحزاب او الاطراف جميعا العام 2011 وحتى اليوم. نحن لم نقل سلام الله على عفاش، لم نرفع حتى ما يقول الله خير، لم نرفع الشعب وقال سلام الله على عفاش، بعد ان وجد بان الحياه السياسيه او الاقتصاديه او التنمويه والمعيشه للشعب اليمني عادت الى الأسوأ. هم واعمالهم من دفعت ومن اجبرت اليمنيين على انهم يرفعوا من رفع هذا الشعار. ثانيا، ما هي المصالحه المستنفعه يتحدث عنها الاخ سام؟ نعم، لكن هو كان يعني لو نتذكر مع بعض سيد كامل، هو كان جزء من السلطه وربما كان حائز على النسبه الاكبر في السلطه يومها. هذا اكيد انه نصف الحكومه، وهذا بناء على المبادئ الخارجيه التي وافقت عليها كل الاطراف، لكنه لم يكن القرار بيده، كان القرار بيد
رئيس جديد عبد الرب منصور هادي، اتفق كثير الاطراف عليه، ورئيس وزراء جديد وحكومه جديده، كان ممثل في بعض الوزارات، لكنه والممثلين هؤلاء يقطعون قرار الرئاسي والقرار الحكومي. الاخوان يتحدث عن مصالح مشتركه، ما هي مصالح مشتركه التي تبدت لدى المؤتمر الصحفي العام؟ لا، ليس لديه سلطه حتى يظل يلتف حول كما يقول مجموعه من العصابات. ثانيا، لا توجد اغراءات اكثر من الموجوده حاليا، ملايين الدولارات، ملايين الريالات تعرض على قياده المؤتمر الصحفي العام وعلى اعضائه وعلى الحزب ككل، ولكنه يرفضها. لو كانوا يبحثون عن مصالح، اعتقد ان الطريق الان مفتوحه تماما طيب امامهم. طيب ماذا عن تحالفه مع ميليشيا؟ لا تحدث عن ما ذكرتيه انت من التحالف والتحالف مع الميليشيات واشياء طاوله الدوله كما تقولين، واعتقد انه هذا ما تريدون الحديث عنه. المؤتمر لم يتحالف مع الحوثيين، من قال ان المؤتمر يتحالف مع الحوثيين؟ لا يوجد تحالف مع الحوثيين. من تحالف مع الحوثيين هم من ادخلهم الساحه في عام 2011. واعتقد ان هذه الاشياء لا يستطيع احد ان ينكرها. من ادخل الحوثيين الى صنعاء هم حلفائهم في الساحه عام 2011. طيب لا سيد كامل، انا لا اتحدث عن مشاركه الحوثيين في ثوره 2011 يعني وانضمامهم اليها بشروط 2011، انا احدثك عن تحالف المؤتمر الشعبي العام وزعيم هذا المؤتمر واعضائه مع الانقلابيين في سبتمبر 2014 واسقاطهم الدوله، ومن ثم اعلان هذا التحالف رسميا من خلال تشكيل المجلس السياسي والعسكري المشترك بينهم. من قال ان احنا تحالفنا معهم؟ نحن اسقطينا معهم في مواجهه العدوان. اما من ناحيه التحالف فنحن سيد كامل اتحدث عن 2014. نعم نتحدث عن 2014 ايبان اسقاط الدوله واسقاط المحافظات. يا استاذه، عندما دخل الحوثيين الى صنعاء كنا مستهدفين من قبل بقيه القوى، لا تنسوا استهداف مجلس النواب. تم اعلان دستوري ليحل محل الدستور. كان المستهدف هو المؤتمر الشعبي العام مثلهم في بدية القوى، ولم نكن شركاء معهم في هذا الاعلان الدستوري، ولم نكن شركاء معهم في لجنتهم الثوريه، ولم نعترف بها حتى اللحظه. انا في قيادة المؤتمر الشعبي العام لا. على اي حال المخلوع يقول غير هذا الكلام في خطاباته المستمره على 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 القنوات الرسميه، هو يتحدث عن تحالف مشترك مع الحوثيين في 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 نعم في في العمليه السياسيه والعسكريه. السؤال الان سيد كامل، الى اين تمضي هذه العلاقه خاصه مع التوتر الاخير الذي شهدناه مع اعلانكم للنزول في 24 اغسطس؟ هذه العلاقه او هذا التحالف الذي تسموه تحالف، بينما هو تحالف لمواجهه العدوان وليس تحالف لاداره الدوله. طيب سميه ما شئت. ولا علاقه لنا بادارتها، لا اقتصاديا ولا عسكريا ولا سياسيا. نحن اسقطنا معهم كبقيه الشعب، كبقيه المكونات لمواجهه العدوان. هذا تحالفنا مع الحوثيين، وقدرها الزعيم علي عبد الله صالح في اكثر من كتاب واكثر من لقاء. تحالفنا معهم سيستمر في مواجهه العدوان حتى ينتهي العدوان، في حال انتهاء العدوان سينتهي هذا التحالف تماما، وهو اصلا لم يبنى تحالف حتى اي عدوان سيد كامل في تعز وفي المحافظات التي تقصفها الحرس الجمهوري والحرس الخاص؟ انا اعتبر انه لدينا عدوان خارجي. طيب من ناحيه داخليا، المؤتمر الشعبي العام لا يشارك في الجبهات الداخلية. المؤتمر الشعبي العام يشارك في الحدود، ويشارك برجاله وبمقاتليه في حدود اليمن. أما داخليا المؤتمر الشعبي العام لم يشارك ولن يشارك. نعم أسام، يعني هل لديك تعليق على يعني فكرة أن المؤتمر الشعبي العام ليس حليفا مع الحوثي ولم يشارك ولن يشارك في ما يقوم به يعني ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عملية مكتملة لإسقاط الدولة وتجريف العملية السياسية في البلد وأيضا العملية العسكرية بطبيعة الحال؟ طبعا انا ما سمعتش واضح الاخ كامل، هذا ملخص لكن مقال. اعرف طبيعه الكلام، اعرف طبيعه الكلام الذي يقوله. اذا هم قادرين يغطوا على عين الشمس بغربال،
ممكن نصدقهم. يعني عاد المخلوع أمس يقول علاقتنا وحديثنا، يعني هذا كلام تعمية وشغل، هذا شغل المؤتمر الشعبي العام باختصار، والناس تفهمه. اليوم أعتقد بأنه لا على اليمنيين أن يعرفوا بأنه لا معنى لاستعادة الدولة ولا للحديث عن الجمهورية ولا الحديث حتى عن السلام بدون التخلص من شريكي الانقلاب والثورة المضادة الحوثي وصالح وحزبهم وطريقة إدارة العمل السياسي بهذه الطريقة التي كرسها علي عبد الله صالح طوال 33 سنة ثم منذ فبراير إلى اليوم. بدلا من أن نذهب إلى حرب أخرى ومشاكل أخرى لدينا هذه الفرصة. اليوم يستغلون مخاوف الناس، يستغلون أن الناس تعبت من الحرب، يستغلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يعود صالح لكي يمثل، لكي يصبح الممثل الوحيد، لكي يزيح الحوثي، ولكي يقول للعالم الخارجي بأنني لا أزال قويا وبأنني. هل يمتلك المؤتمر الشعبي العام أو هل أمتلك طوال مسيرته فكرة أو مشروع أو رؤية وطنية أو حتى ما يتم الترويج له من أنه حزب المؤسسات والأمن ذهنية علي عبد الله صالح أو نظام حكمه هو في الأساس يعتمد على القبضة الأمنية، بمعنى أنه يوجد المشاكل ثم يعمل على حلها كما قلب الحوثي من صعدة ثم لم يريد أن يتخلص منه ويريد أن يقنعنا أنه بهذا جمهوري. أي مغالطة هذه؟ ومن سيتقبلها بعد 7 سنوات من ثورة فبراير وبعد عام ونصف من الحرب؟ هل تعتقد أسام بأنه لا زال الإمكان الفصل بين المؤتمر الشعبي العام كتجمع سياسي أو هكذا بدأ يعني، أو يعني يمكن القول بهذا الطرح، وبين ميليشيا الحوثي كجماعة لا تعترف بالعمل السياسي، جماعة ميليشيا طائفية مسلحة؟ طبعا يمكن الفصل بالنظر إلى الأدوات، بالنظر إلى الطريقة. هذه الجماعة عصبوية طائفية مغلقة تريد أن تستعيد أوهام الحق الإلهي، وتريد أن وتمارس وتريد أن تستعيد سلطة فقدت من زمان، ثم الهيمنة على المجتمع بأدوات طائفية وخطاب طائفي. بينما علي عبد الله صالح هو أو المؤتمر الشعبي العام، يعني هو الحزب الطائفي الذي ممكن اليوم يكون مع الحوثي وغدا يكون مع داعش، يعني ما فيش عنده مشكلة. طبعا هو يمثل مصلحات مجموعة من الطفيليين الذين ليس عندهم مشكلة أن يتحالفوا حتى مع الشيطان لطالما أن هذا سيبقى على مصالحهم. نعم، وقد تحالفوا بطبيعة الحال مع ميليشيا الحوثي. سؤال لك سيد كامل، هناك من يرى بأن هذا التحالف كان قائما أيضا على مصلحة، وربما كان على اتفاق، كان قائما أيضا على اتفاقات سرية، لكن يبدو بأن الميليشيا الحوثي أزاحت المؤتمر فعلا من المشهد وسيطرت على مؤسسات الدولة كما تحدثت قبل قليل بأن المؤتمر لم يعد فاعلا في مؤسسات الدولة. ما هي خياراتكم الآن بعد هذه الإزاحة ويعني إحكام ميليشيا الحوثي قبضتها على المؤسسات المدنية والعسكرية بعد أن سلمها لهم المخلوع صالح؟ اولا دعيني ارد على الاخ وسام. ارجو لا تاخذ طويلا، يعني في سياق رد على السؤال. بس انت بتلاحظين انت بتمنحي وقت اكثر من طبيعي. عموما المؤتمر هو خط الدفاع الاول عن الوحده وعن الديمقراطيه وعن الجمهوريه وعن التعدديه هذه وعن كيف لحظه كم التي يتحدث عنها الأخ وسام. نعم، كيف اشرح لنا كيف أنه خط الدفاع الأول عن الوحدة والديمقراطية والجمهورية ونحن ما نراه أمام أنه دمر كل هذه القيم التي يعني راكمها اليمنيون خلال سنوات؟ قاعد تمنحيني الوقت على أساس أن أقدر أتكلم. تفضل باختصار. باختصار نعم. اتفقت أطراف الحزب على إقامة عقد المهرجان
كرساله واضحه على استمرار الحياه السياسيه والديمقراطيه والتعدديه الحزبيه. كل اعضاء ومنتسبي المؤتمر الشعبي العام شعارهم ضبوح بالدم نفديك يا يمن، تحيا الجمهوريه اليمنيه. لا نساوم على الثوابت الوطنيه، في المؤتمر الشعبي العام لا نساوم على الثوابت الوطنيه، ونقولها حتى عند زياده المؤتمر الشعبي العام، لو تخلي المؤتمر الشعبي العام عن دفاعه عن الثوابت الوطنيه وعن الجمهوريه وعن الوحده لن نستمر، حتى انا لن استمر ولن اقبل دفع المؤتمر الشعبي العام، ما يجعلني اتمسك بالمؤتمر الشعبي العام هو اني لا زلت حتى اليوم ارى زيادته وارى توجهه، الدفاع عن الثوابت الوطنيه والدفاع عن الجمهوريه والدفاع عن عن الوحده، اتحاد الحوثيين، من قال لكم ان احنا متحالفين مع الحوثيين؟ ومن ادخل الحوثيين اساسا الى صنعاء؟ عندما دخل الحوثيين الى صنعاء لم يكن المؤتمر الشعبي العام هو كان لديكم رئيس سواء هو نفسه من يدير الجيش، وهو نفسه انا ما زلت اتذكر مقابله او لقاء صادق الاحمر في عام 2011 مع قناه الجزيره عندما سالته المذيعه بعد صعده في يد الحوثيين، ردت عليها واجاب صعده عادت الى ايادي ابنائها، وما كان يحدث بيننا وبين الحوثيين من خلاف كان يقوم به صالح. من سلم البلد للحوثيين؟ هم المتواجدين الان في الخارج. كان لدى عبد الله منصور هادي الجيش ولديها التوافق الدولي ولديها التأييد المحلي والتأييد الخارجي، لكنه لم يحرك يزيد واحد، كان يرد عليهم، ولدينا قيادات عسكريه تشهد بانه وجه بان ما يحدث بين الحوثيين منذ ان احتلوا او منذ ان هجروا في دماج ونحفوا على عمران وحتى حدود صنعاء، وهو يقول ما يحدث هو خلاف بين الاصلاح وبين الحوثيين وبين علي محسن وعيال الاحمر وحزب الاصلاح لا علاقه لنا به. لماذا تحملنا ملامه دكتور الحوثيين الى صنعاء؟ اين كانت هذه القياده كلها؟ كانت حكومه لا يجوز في المؤتمر السعودي العام، وكان الرئيس توافقي. طيب استاذ كامل، يعني المؤتمر الشعبي العام الذي استطاع ان يقف مع الحوثيين الان ضد العدوان كما تقول، واستطاع أن يوفر الإمكانيات ويوفر الحشود وأيضا الإمكانيات العسكرية ضد العدوان، لماذا لم يقف في 2014 للدفاع عن الجمهورية عندما سلمها كما تقول هادي للحوثيين؟ كان لدينا دولة وقيادات سياسية، عندما جاءوا للزعيم علي عطا الله صالح وقالها لنا في أحد الاجتماعات مفتوح بالمبلغ الذي يريده وبمقابل ان يتولي الحكم احمد علي عبد الله صالح. بان يواجه الحوثيين. ثم قال انا مكون بقيه المكونات ولدينا اذا دوله نحن مع الدوله، نحن مع السلطه، نحن مع النظام، لدينا رئيس قاعد على القوات المسلحه، اذا اعلن مواجهه الحوثيين فنحن من ضمن مكونات الدوله. وطالب بمصالحة وطنية شاملة، وحتى شعارنا اليوم في ميدان السبعين، نحن الحزب المتخلف الذي يتحدث عنه الأخ وسام، يجيب لي مكون واحد أو طرف واحد يتبني المصالحة الوطنية، نحن نرفع شعار المصالحه. سيد كامل، يعني لا، يعني هو موضوع الحديث عن المصالحه ربما الان والحرب لا زالت قائمه، ولا زالت قوات المخلوع صالح وقوات ميليشيات الحوثي تقتل المدنيين حتى هذه اللحظه التي تتحدث فيها معي، ربما يعني حديث غير يعني منطقي الان. طيب دعني اضع هذا ما طرحته لوسام، يعني سيد كامل يتحدث بان من سلم الدوله للحوثيين هو الرئيس هادي وحكومه الرئيس هادي، وانه لم يكن بوسع المؤتمر الشعبي العام حينها إنقاذ الجمهورية، وأنه تحالفه الآن مع الحوثيين ليس إلا تحالفا ضد العدوان. طبعا المؤتمر لا يستطيع أن يمنع الحوثي من دخول صنعاء لأن هذه ليست مهمته. من يستطيع هو الحرس الجمهوري الذي خلع الميري ولبس الزنة كما يقولون، والمخلوع يعني بالأخير المؤتمر الشعبي العام هذا يجب أن نفهم طبيعته، هو أداة ناعمة لإدارة المصالح. المؤتمر الشعبي العام يعني قفاز، لكن القوة الحقيقية في الأخير هي في الحرس الجمهوري، في العلاقات القبلية، في الهيمنة الاقتصادية على السوق،
في حاجات كثيرة. طبعا تحيفي المدبرين هم يتكلموا عن الوطنية وعن المصالحة وعن الجمهورية وعن دون أن يخبرونا من الذي دمر كل هذه القيم كل هذه المكتسبات التي كانت لا تزال عند اليمنيين لا تزال حبرا على ورق. أما علاقة علي عبد الله صالح بالحوثيين فهي علاقة ليست فقط من اليوم. علي عبد الله صالح هذا أصلا هو ابن الإمامة، الابن الشرعي للإمامة منذ أن أتى إلى السلطة. ماذا يعني إفراغ الجمهورية من كل مضامينها؟ كانت عندما قال الحمدي كانت المحاولة الأخيرة لاستعادة أحلام اليمنيين منذ ثورة 26 سبتمبر ومنذ حصار السبعين. جاء علي عبد الله صالح وأبقى على اسم الجمهورية كما فعل الحوثي الآن، ثم مارس نظاما إماميا ولا يزال مصرا على توريث السلطة إلى أحمد علي حتى بعد أن خلعته الثورة وحتى بعد أن دخل البلاد في حرب لمدة عامين ونصف. طبعا في معلومات كثيرة يمكن الواحد أن يقولها عن علي عبد الله صالح وعلاقته بالإمامة وعلاقته بالإماميين. ممكن أن نبدأ نسردها حتى منذ أن كان جندي، منذ أن كان جندي في بداية حياته، حتى علاقته في بوب دينار. طبعا هذه عندنا معلومة حصلت عليها أمس. بوب دينار هذا مرتزق قاتل مع الإماميين أيام حصار السبعين، وعلي عبد الله صالح كربه بالثمانينات. بعدين تعالي لكن نروح لفترة أقرب. تعالي شوفي منذ تأسيس الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري تأسس بطبيعة طائفية مناطقية. هل هذا سلوك جمهوري؟ ألم يكن هذا هو جوهر الإمامة؟ ثم أنشأ الأمن القومي، جهاز خالص خاص بالأسرة وخاص بالطائفة. يعني ثم دعم الحوثيين وعمل حرب معهم. علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام هذا يفترض عندما نناقش موضوعهم يفترض نناقش كيف يمكننا التخلص من هذه الجريمة المنظمة. هذا نعم. هو الموضوع تقريبا. طيب دعني اعد لضيفنا من صنعاء. سيد كامل، يعني بعد هذا التحالف الذي بررته انت بانه لصد العدوان، هل تعتقد بانه لا زال هناك مزاج شعبي يمكن ان يتقبل هذا الحزب الذي كان شريكا اساسيا في هذه الحرب التي دمرت البلد وادخلت اليمنيين في يعني اصعب ظرف انساني وسياسي ربما مرت به اليمن؟ من اليمنيين في يوم 24 اغسطس سيجبها عليك وعلى العالم وعلى سواء الداخل او الخارج، وستعرفون من هو المؤتمر الشعبي العام وستعرفون هل لا زال المؤتمر الشعبي العام جاذبيه وهل لا زال المؤتمر الشعبي العام تقبل كما ما الذي يحدث الان؟ يحتشد الملايين من كل محافظات الجمهوريه الى حد عند البعض منهم وبشكل طوعي على اساس الذي يتحدثون بان المؤتمر الشعبي العام هو مقوم قائم على المال وعلى المصالح المشتركه كما يقول الاخ وسام وبشكل طوعي الى درجه ان البعض منهم على استعداد ان يجيئوا من محافظات جاد من محافظات اخرى سيرا على الاكتاف. المؤتمر كما ذكرت لك وقلت لك في البدايه انه الشعب اليمني جرب جميع المكونات، جرب جميع الاطراف منذ العام 2011. يرى المؤتمر الشعبي العام هو النظر وهو القسم الاخير على عكس ما يراه الاخرون بانه الاخ وسام يتحدث على ان الزعيم علي عبد الله صالح حاضن الامامه منذ زمن. الزعيم علي عبد الله صالح قام بست حروب على الحوثيين وبشهاده ياسين سعيد نعمان بانه قام بهذه الحروب بدافع وطني وكانت حروب وطنيه هكذا ذكرها ياسين سعيد نعمان في مقالها الاخير، كانت حروب وطنيه وحذر من مشروعهم وحذر من نهجهم وتوجههم ومن الدعم الخارجي وهو اول من قال التهنوسيين واول من قال لديهم دعم من ايران وكان يحذر بقيه القوى وكان ايضا اول من نزل معهم الى الساحات وحول العاصمه في اعتصاماتهم في 2014.
وكان غيره اول من ادخلهم صنعاء واول من معهم في ساحه الجامع. نعم، نحن لا نتحدث عن سيد كامل، دعنا نتحدث عن الاحداث المفصليه لاسقاط الدوله. اتحدث عن تحالف المؤتمر الشعبي العام، اذا كان فعلا كانت حروبه الست السابقه جاده كما تقول وطنيه، ما كان اللي تحالف معه في 2014 يعني بالسلاح لتطويق العاصمه ومن ثم اسقاطها؟ من تحالف معهم؟ يا استاذه من تحالف مع الحوثيين؟ المؤتمر الشعبي العام من تحالف معه؟ لا لا، من قال لك المؤتمر الشعبي العام؟ تحالفوا معهم في ساحه 2011 ضد النظام وضد اسقاط الدوله. الحرس الجمهوري الذي تتحدثون عنه، الحرس الجمهوري كان محل الحرس الجمهوري وتم وحداته بمسمى هيكله الجيش، وتم تغيير جميع اقارب صالح من قياده الحرس والامن، واصبح القائد الاعلى للقوات المسلحه هو عبد الرب منصور هادي. اذا ما هو علاقه علي عبد الله صالح حتى يوجه الحرس الجمهوري او يقود الحرس الجمهوري لمواجهه الحوثيين عندما اصبحوا على مشارف صنعاء؟ اين كانت الدوله عندما تم استهداف البشيبه وتم استهداف الرياض 2010؟ نحن الآن حديثنا اليوم ليس عن الدولة، حديثنا عن أين كان المؤتمر الشعبي العام يومها وليس أين كانت الدولة، لأنه الجواب كما سمعته من أسامة الدولة كانت في جيب علي عبد الله صالح. وسام، سؤال أخير، هناك أيضا من يعني من يتحدث بأنه يعني أنه من الصعب أيضا الحديث عن إلغاء حزب كالمؤتمر الشعبي العام، حزب لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ولديه أيضا كما تحدثت شبكة مصالح كبيرة، صعب تفكيكها في وقت في هذا الوقت الصعب اللي تمر به البلاد. كيف يمكن الحديث عن إلغاء هذا الحزب وما هي آلية تفكيك هذا الحزب برأيك؟ طبعا هو عندما نجي نتكلم عن المؤتمر الشعبي العام وكيفية التخلص منه، علينا أن نفكر بالمنظومة السياسية الكاملة في البلاد، بمعنى أن المنظومة السياسية الموجودة اليوم في البلاد بكافة القوى بكافة الأحزاب لم تعد تمثل حاجة وطنية بهذاك الشكل القديم أو بهذاك الشكل الذي يتمناه الناس. اليوم لابد من تخلق أفكار جديدة وتنظيمات جديدة وأشكال جديدة للعمل السياسي، ويجب أن يكون هناك معايير واضحة وشفافة ويعني آليات تحد من تغول الأحزاب السياسية في الجهاز الإداري للدولة، في الجيش، في القضاء، يعني علينا أن نراجع كيف يا أسامة كيف ممكن كيف يمكن أن تتبلور هذه الفكرة ويظهر مكون جديد ربما يشكل الكتلة التاريخية المنقذة لليمن واليمنيين في هذه المرحلة بعد فشل ليس فقط وخذلان وخيانة المؤتمر الشعبي العام، إنما أيضا ربما تيارات سياسية يعني مجتمعة؟ الأمر مرهون بوجود خطاب يتطابق مع مصالح الناس. علينا أن نعرف أن اليمنيين في معظمهم فقراء، اليمنيين يحتاجون إلى صحة، يحتاجون إلى تعليم مجاني، يحتاجون إلى عمل، يحتاجون إلى دولة تحترمهم ودولة تحقق فرص متساوية وعدالة. إذا وجد مثل هذا الخطاب تلقائيا سوف يتبلور سوف يتبلور بديل حقيقي عن كل هذه الأحزاب القائمة، ثم سيتم إنتاج بدائل أخرى أيضا للتنافس من أجل خدمة الناس ومن أجل مراعاة مصالحهم. نحن اليمنيين اليوم يجب علينا أن نحدد ما هي أولوياتنا. هل أولوياتنا أن نخرج للسبعين لكي ندافع عن عبد الله صالح أو لكي نضغط أو لكي يتباهى بنا من أجل أننا يضغط على الأمم المتحدة لكي تبعد العقوبات عنه وعن ابنه في الإمارات؟ هل 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 مهمتنا كيمنيين؟ لكن يعني أيضا في عقالة أسام، يعني المؤتمر الشعبي العام كان يتحدث عن هذا الخطاب الذي ذكرته الآن، كان يتحدث عن الصحة والتعليم والتنمية في كل خطاباته، في كل خطاباته ربما الحزبية والانتخابية أيضا وأيضا الخطابات السياسية. الجميع يتحدث، لكن المؤتمر الشعبي العام اكثر طرف، اكثر الاحزاب السياسيه التي دمرت البلد منذ نهايه الثمانينات. ادخل صالح البلد، دمر كل المكتسبات التي كانت حققتها الدوله الوطنيه. يعني اليوم التعليم مخصخص، اليوم الصحه مخصخصه، كل الارث الذي كان تم بناؤه بالعرق والدم تم إهداره.
وبقت دولة علي عبد الله صالح ودولة أسرته وزبانية المحيطة فيه. اليوم لا يمكن الحديث عن المؤتمر الشعبي العام بالأساس إلا كأداة إجرامية يجب أن يحل وأن يحاكم كل القيادات المتورطة في قتل اليمنيين، سواء مثله مثل الحوثي ومثل كل الأطراف التي ساهمت في قتل اليمنيين منذ 2011 وإلى اليوم. ثم بعد ذلك علينا أن نتحدث كيف نجد البدائل. نعم، شكرا، أشكرك جزيل الشكر وسام محمد الصحفي والكاتب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، كما أشكر الصحفي كامل الخوداني كان معنا أيضا عبر الهاتف من صنعاء. أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر وتحية منتج البرنامج كمال حيدرة والطاقم الفني للبرنامج، إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.